بدي بلش اول شيء مع الممثله ساره ابي كنعان اللي هيك نشرت صوره كتير جريئه على انستغرام، هي هيك نايمه على الارض وفي حواليها حبوب ادويه. طبعا هذا الشيء اكيد انت ادرى مني لانك كتير ان بهذا الموضوع بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه. اللي حبت تضوي عليه ساره من خلال هذه الصوره هي انه اليوم تحت عنوان هيك المثابره، قديش اليوم ضروري انه احنا نكون اوايا لتسلط الضوء على مشكله بيعانوا منها الاشخاص اللي بيعانوا من اوراد نفسيه والفترات اللي عم يمرقوا فيها. هون بدي اقول بين هلالين انه نحن كشعب لبناني ما عم اقول عنا هلا نحن عنا حالات مرضيه كثيره، بس نحن خليني اقول عم نعاني من فتره كآبه كثير قويه. ما في حدا منا ما بفيق الصبح بصير يسال حاله ليه انا معصب؟ ليه انا زعلان؟ حتى مش عارف شو هو السبب المباشر لهذا الشيء، ولكن العوامل المحيطه ما كثير عم بتساعدنا. كانت كتبت ساره بهذا البوست على انستغرام، قالت انه اليوم الاحباط عم بيكون كثير كبير، واليوم اذا ما حطينا اهداف واضحه قدامنا سواء كانت مهنيه اما شخصيه، هذه الاهداف بتساعد بشكل كثير كبير انه نحن نتخطى الازمه اللي نحن فيها. اليوم انا بصرف النظر عن كل الظروف المحيطه اللي كنت عايشه فيها، واحد بيعطي مثلا عن حاله، كان عامل مثلا قاعد بالبيت ما عم يقدر يعمل شيء، كل شيء حسه مسكر حواليه، مجرد ما تيجي تعمل انت مثلا هذه الفقره بهذا البرنامج بتحس حالك هيك اضفت شيء على حالك، مجرد سوري انك ترتب حالك وتعمل ميك اب وتقعد على السات بتحس حالك انه هذا النوع من الهدف الكثير صغير خليني اسميه الانجاز البسيط عمل فرق بيعمل فرق بيومياتك بيعمل فرق بنفسيتك بتحس حالك انت اكثر مرتاح، وهذا الشيء كثير ضروري انه نسلط الضوء عليه وللاشخاص المحيطين فيها نجرب هيك نتفش فيهم اكثر تيوصلوا لمحل يلاقي حالهم مرتاحين اكثر. بتعرفي عقيل ريف اللي بدي اقوله عن ساره بالذات، ساره جريئه يعني معروف عنا انها جريئه صح. يعني معروف انه بتشوفيها مرات مع انه اذا بتطلعي فيها قد ايه طيبه وخجوله بتلاقي بمرات تانية بتفاجئك بجرأتها. هلا البوست اللي عملته هو جزء من حمله يمكن صحيح. كانت ضمن بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه صح؟ مزبوط هو جزء من حمله وهي حبت تكون من الاشخاص المشاركين بهذه الحمله.